لا يتظاهرون من أجل غزة ولا يشاركون بأي نشاط لدعم غزة، بل ويأمرون الآخرين بالاكتفاء بالدعاء. هل ما يقومون به يستند إلى حكم شرعي رصين؟ وإذا كان التظاهر السلمي في بعض البلدان هو الوسيلة القانونية والمشروعة للضغط على الساسة في هذا البلد لدعم غزة ووقف حرب الإبادة ضدهم، فهل يكون ذلك حراماً أن تنصر أهلك في غزة بهذه الوسيلة؟ السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان، والذي يأتيكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك. بين منع المظاهرات والدعوة إليها لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل ولنصرة القضايا العادلة سلميا بما لا يؤدي إلى فوضى ولا فساد ولا تعد على أموال الناس ولا على أنفسهم، ما هو موقف الشرع؟ وما إذا كان إلى منع هذه المظاهرات، ما هو البديل لنصرة المظلومين والمستضعفين؟ أرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور خالد حنفي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ دكتور خالد، قضية اختلف فيها العلماء وما زالوا حول منع التظاهر السلمي والإباحة. بداية بعيدا عن قطاع غزة وما يجري في قطاع غزة ونصرة أهلنا في قطاع غزة، ما هو موقف الشرع الحنيف من قضية التظاهر السلمي الذي لا يؤدي إلى فساد ولا يفتح باب شر أو فوضى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعل هذا الشهر الكريم شهر فتح ونصر وفرج على إخواننا في غزة وعلى المستضعفين والمظلومين في كل مكان. اللهم آمين. اللهم آمين. قضية التظاهر هي وسيلة، التظاهر السلمي في السياق الأوروبي أو في غيره من السياقات هي وسيلة، والوسائل كما قال العلماء لها أحكام المقاصد. فما هو المقصد من التظاهر؟ المقصد من التظاهر هو لفت أنظار العالم وتعريف العالم، خاصة العالم الغربي، بحقائق ما يجري للمستضعفين أو المظلومين الآن في غزة، لكنه وسيلة تستعمل في مختلف التفاعل مع الأحداث التي تجري في أي وقت آخر، سواء في فلسطين أو في غيرها، وهي وسيلة مقدور عليها، وسيلة سلمية وقانونية آمنة، ويفهمها المجتمع الأوروبي، وتشكل وسيلة من وسائل الضغط المؤثرة والفاعلة والمثمرة في السياق الأوروبي سياسيا وإعلاميا. وأنا في الحقيقة أود أن أسأل من يعترض على هذه الوسيلة أو يرفضها أو يحقر منها أو يقلل من نتيجتها وأثرها كوسيلة من وسائل التفاعل مع المستضعفين والمظلومين في غزة، أسأله وأضم إلى هذا السؤال أو إلى وسيلة التظاهر الوسائل الأخرى. إذا كانت فلسطين وغزة لن تنصر بالتظاهرات ولن تنصر بالتغريدات أو إعادة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن تنصر بالمقاطعة، ولن تنصر بالدعاء، ولن تنصر بالتبرع أو الإنفاق الذي لا ندري ولا نضمن هل يصل إلى أهل غزة أو لا يصل. طيب، إذا منعنا كل هذا وأوقفنا كل هذه الأشياء، فكيف تكون النتيجة؟ كيف يمكن أن نتصور صورة العالم أو صورة الإنسان؟ نحن كمسلمين بطبعنا للأسف الشديد ننسى بسرعة، نتفاعل مع الحدث بسرعة ويقل تفاعلنا ويتراجع هذا التفاعل بسرعة. فالآن الأحداث في غزة مضى عليها أكثر من 5 أشهر، والناس بدأت تتكيف مع الحدث
وفي طريقها إلى أن تنساه وأن تعود إلى حياتها الطبيعية كما هي. تأتي التظاهرات وتأتي هذه الإجراءات المقدور عليها بالنسبة للناس لإحياء القضية وإبقاء القضية حية في نفوس الصغار والكبار المسلمين وغير المسلمين، فهي وسيلة مهمة. والقاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، فضيلة الشيخ خالد، الكثيرون الذين يجيزون المنع يستندون إلى فتوى قديمة لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. وعندما رجعت إلى هذه الفتاوى، يظهر أن مآخذ الشيخين في المنع رحمهما الله مما قد يفضي إلى فساد وشر في هذه المظاهرات، وإذا كانت فتح باب للشر والفوضى، وإذا كانت تمر على محلات كما قال الشيخ بن باز وابن عثيمين وعلى دكاكين وتسرق أموال الناس ويحصل فيها اختلاط، وهذا فهو منكر كما يقول الشيخان. هل إذن يجوز للذين يأخذون المنع استنادا إلى فتوى الشيخين أن يقيسون على تلك الحيثيات التي قاس عليها الشيخان رحمهم الله ابن باز وابن عثيمين؟ لا بد أن ندرك أن الفقيه دائما يتأثر ببيئته وزمانه وظروف بلده وتوجهها السياسي. فهناك فتاوى صدرت من علماء ثقات أصحاب علم بالفعل، لكن في بلدان لم تعرف في تاريخها أبدا التظاهر، ولم تعرف أبدا في تاريخها الاحتجاج السلمي، وهي بلدان أيضا لها خصوصية. أنا قد أعذر الشيخين المذكورين رحمهم الله تعالى أن ينطق أو أن تصدر عنهما مثل هذه الفتاوى. معروف أن السعودية حيث يعيش هؤلاء الشيوخ فيها الحرمين الشريفين، ويتردد عليهما أعداد هائلة وكبيرة جدا من الناس. ربما تصوروا مآلا وإن لم يتحدثوا بهذا الكلام، أنهم إن جوزوا أو إن استسيغ في هذه البلاد وجود هذه التظاهرات مع هذه الأعداد الكبيرة التي تتواجد في الحرمين في أثناء الزيارة للعمرة أو في أثناء الحج، أنه يمكن أن يوظف أو يمكن أن يخرج الحج وأن تخرج العمرة والزيارة عن مقصودها وعن معانيها. هذا الكلام بطبيعة الحال لا يتنزل أبدا على السياق الأوروبي. هناك فتاوى صدرت في العالم العربي والإسلامي عن شيوخ ورموز علمائية معروفة حرمت التظاهر في يوم الجمعة، بل أنا استمعت بنفسي إلى بعض الشيوخ الذين قالوا لا، لا تصلي الجمعة، اتركوا الجمعة بالكلية حتى وإن كانت فريضة، حتى لا تنشغلوا بالفوضى ولا تنشغلوا بالإفساد في الأرض. في سياق أحداث الربيع العربي المعروفة، حتى يمنع الناس من الخروج ومن التظاهر السلمي باسم الدين. السؤال، هل هذه المفاسد حتى التي ذكرت في الفتوى التي تفضلت بذكرها، هل وقع أي منها في أحداث ما عرف بالربيع العربي؟ هل وقع اعتداء على المحل أو سرقة أو على العكس تماما؟ نحن رأينا مشاهد إيجابية ومشاهد رائعة تعاون فيها غير المسلمين من الأقباط ومن المسيحيين في معاونة المسلمين على الوضوء وعلى أداء الصلاة، وكانت مظاهر راقية جدا ومتحضرة جدا. ما شكا أحد من المتابعين والراصدين لهذه الأحداث من صور الإفساد التي تفضل بذكرها. وأنا أود أن أشير أيضا، وأنا أعيش في أوروبا وخرجت في تظاهرات سلمية كثيرة، أن الشرطة والمؤسسات المختلفة تطمئن تماما عندما تعلم أن الذين يقومون على شأن وأمر التظاهرات هم من المسلمين أو من الشخصيات الإسلامية أو المؤسسات الإسلامية المعروفة، لأنهم يعلمون كيف أن هؤلاء المسلمين بالتجربة ينضبطون ولا يخرجون عن القوانين وعن النظم، ويقدمون نموذجا حضاريا راقيا في تعبيرهم
وفي الشعارات التي يرفعونها وفي الالتزام بالمسار الذي يحدده لهم تماماً. النظام. إذن حيثية الفوضى فضيلة الشيخ غير موجودة البتة، بل وإن هذه المظاهرات من يقوم عليها يحرص على أن تكون منظمة وأن يكون بها ترخيص، وأن ترافقها في كثير من الأحيان عناصر الشرطة لضبط أمن الناس، حمايتهم وحماية الآخرين. فكيف يعني يستند إلى أن التظاهر يؤدي إلى الفوضى؟ على كل حال، إذا يعني إذا سلمنا أن المآل أو أن الأساس الذي بنى عليه من حرم التظاهر حرمه لأجل، هم قالوا إنه بيصد عن أو بيعيق الإنسان عن أداء الصلاة ويشغله عن أداء الصلاة في وقتها، أو بيؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء في التظاهرات، أو أنه يؤدي إلى الفوضى وإلى الاعتداء على المحل والأشياء كما تفضلتم. إذا افترضنا أنكم بنيتم المنع أو عدم الجواز على هذه الأسباب، بما أن هذه الأسباب غير موجودة في السياق الأوروبي أو حتى في السياق العربي، فإذا ما بنيت عليه الفتوى بما أنه غير موجود فيصبح التظاهر السلمي المسموح والمأذون به قانوناً هو من الأعمال المشروعة بل والجائزة. وأنا أريد أن أفصل وأدلل على الأدلة الشرعية على هذا الأمر حتى في سياق شهر رمضان، لأني سمعت من بعض الناس أنه يقول يعني حتى إذا كنا نتظاهر في أوروبا فعلينا أن نوقف هذه التظاهرات في شهر رمضان ونتفرغ للعبادة، لا نريد أن نشوش على العبادة بالخروج أو بالتظاهر. أنا أود أن أشير أيضا، وهذا أمر واضح ومعلن بالنسبة للناس، أن العواصم العربية كلها صمتت تماما إزاء ما يجري وما يحدث لأهلنا وإخواننا في غزة، وما يحدث في باستثناء غزة فضيلة الشيخ بعض المظاهرات التي خرجت في المغرب وفي اليمن وفي العراق وفي الأردن، مظاهرات قليلة يعني، لكن مع ذلك هؤلاء خرجوا وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وطالبوا المسؤولين في بلدانهم بضرورة التحرك لإغاثة أهل غزة. صحيح، لكن متى هذا حصل؟ حصل في بداية الأحداث، هل استمر بعد ذلك؟ هل هذه التظاهرات تتناسب مع حجم المطلوب من الشعوب والمطلوب من هذه الدول، خاصة دول ما يسمى بدول الطوق، الدول القريبة جدا من حدود غزة وفلسطين كمصر والأردن ولبنان وهذه الدول؟ الحقيقة التفاعل والتضامن على المستوى الشعبي، على المستوى السياسي، على المستوى الحكومي دون الحدث بكثير. هذا الحدث حدث غير مسبوق سواء في طوله وفي مدته، نحن تجاوزنا ال5 أشهر الآن، أو في حجمه. نحن نشاهد الناس يموتون جوعا، يموتون موتا حقيقيا وليس موتا مجازيا، يموتون لعدم وجود الغذاء ولعدم وجود الدواء، لعدم وجود الحاجات الضرورية الأقل. وماذا سينفع التظاهر سيسأل البعض فضيلة الشيخ، وهل التظاهر يعني بحد ذاته هو الشكل الذي نعبر فيه عن نصرتنا للمظلومين في قطاع غزة؟ نحن نريد أن نفعل كل الوسائل السلمية المقدور عليها بالنسبة للناس بعد أن حيل بينهم وبين غيرها من الوسائل. فنحن عجزنا عن إيصال الطعام وإيصال الغذاء والدواء بالنسبة لهم. الدعاء وسيلة من الوسائل المقدور عليها. نحن نتحدث عن الجهاد الروحي المتمثل في الاستقامة والدعاء والضراعة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن الجهاد الثقافي، الجهاد الثقافي المقصود به تغيير لون الحياة لتتضامن كلها مع غزة. الهواتف، مواقع التواصل الاجتماعي، المساجد، المراكز، البيوت، الصغار، الكبار، الحديث مع المسلمين، مع غير المسلمين. فعندنا الجهاد الروحي، وعندنا الجهاد الثقافي، وعندنا الجهاد الحضاري الذي نتحدث عنه مثل هذه الوسائل السلمية. فإذا عجزت عن وسيلة انتقل إلى الوسيلة الأخرى التي أقدر عليها.
التظاهر أهميتها التعريف، تعريف العالم بالقضية، خاصة العالم الغربي، في ظل وسائل الإعلام التي لا تنقل الحقيقة ولا تنقل حقيقة ما يجري للناس. التعريف بالقضية، تعريف المجتمع الغربي بحقيقة ما يجري وما يحدث. إبقاء القضية حية وفاعلة وحاضرة في نفوس المسلمين وفي نفوس المجتمع. الضغط السياسي والاستمرار في هذا الضغط على الساسة باستمرار هذه التظاهرات، كل هذه آثار ونتائج لا يمكن أبداً أن أقلل من أثرها. ثم إنني أقوم بالمقدور عليه بالنسبة لي. يعني إذا قلت لي إن هذه الوسائل لم تؤدي في الحقيقة إلى نتيجة عملية، فلم تتوقف الحرب ولم ينكسر الحصار، معذرة إلى ربكم، أنا قمت بما يدخل تحت وسعي وتحت قدرتي، حتى إذا سألني الله تبارك وتعالى قلت فعلت ما أستطيع. أما ما لا أستطيع، ما لا يدخل تحت وسعي وتحت قدرتي، يعني أنا أستغرب جدا من بعض العلماء الذين دعوا إلى الجهاد، ودعوا إلى إعلان النفير العام، ودعوا إلى أن الحكام أن يفتحوا الحدود. هذا حديث غير واقعي وغير عملي، وربما يضر أكثر مما ينفع. ليس له معنى هذا الحديث. الجهاد، هل هو الجهاد قضية فردية؟ وهب أنهم فتحوا الحدود للناس، هل كل الناس، عموم الناس الذين طالبتهم بالجهاد، هم قادرون عليه؟ وهل أصلا المشكلة، مشكلة غزة ومشكلة فلسطين، هي مشكلة الجهاد ومشكلة مجاهدين ونقص في عدد المجاهدين؟ وهل إذا كنت عاجزا عن أن توصل الغذاء والدواء إليهم ستفتح الحدود وهذه؟ إذن فضيلة الشيخ، ما أهمية التوسط يعني في دعوة الناس إلى ما يستطيعون، وما خطورة أن يمنع هذا الأمر السلمي الذي حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما طرح عليه السؤال أن في بعض البلدان النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والغربيون إن أرادوا أن يفحموا خصومهم تظاهروا، فقال إذا كان هذا مستعملا في هذه البلاد ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم لحقه أو المسلمون لحقوقهم فأرجو ألا يكون به بأس. هذا الرأي منقول للشيخ ابن عثيمين. يعني عندما يمنع مثل هذا الشكل السلمي، ألا يخشى أن يذهب الناس إلى الأشكال ربما التي يكون فيها تطرف؟ هذا ما يجب أن يفطن إليه الساسة والقائمين على أمر الأنظمة والحكومات، سواء في الشرق أو في الغرب، أنك لابد أن توجد للناس متنفسا، وأن توجد لهم سبيلا للتعبير عن رأيهم، للتعبير عن غضبهم وعن ضيقهم. وأود أن ألفت النظر أيضا إلى أن هذه فتاوى محينة، يعني محينة بالوقت وبالزمن الذي قيلت فيه وبالسياق الذي قيلت فيه، فلا يصح أن نستمر في الاحتجاج بها والحديث عنها واتخاذها ذريعة لمنع الناس من القيام بواجبهم الإنساني وبواجبهم الإسلامي وبواجبهم الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. طيب، المملكة وهؤلاء العلماء الذين تفضلت بذكر أسمائهم، وهم علماء لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة، لا شك، لا يمكن إنكار هذا الأمر، أفتوا فتاوى كثيرة. المملكة نفسها تجاوزتها الآن بسبب تغير السياسة وتغير النظر إلى الواقع، كقيادة المرأة للسيارة، كان هذا من المحرمات ومن الممنوعات ومن الأشياء التي لا يمكن أن يقدم أحد عليها بالقول بالإباحة، أو وكسفر المرأة بغير محرم في ظل تغير الزمن وتغير العصر، وغير ذلك من الفتاوى. الحاصل أنه لا يجب التشويش على من يقوم بواجبه. يعني قل لي الآن، لو لم يكن المسلمون في الغرب وأنتم في بريطانيا قدمتم نموذجا رائعا لعله كان الأبرز والأظهر في السياق الأوروبي بكامله في حجم وصورة التظاهرات التي خرجت في لندن والتي خرجت في بريطانيا. لو توقفت هذه المظاهرات في أوروبا، كيف كان سيكون الحال أو تكون الصورة الموجودة عند المسلمين أو عند تفاعل العالم ونظرة العالم إلى هذا الصمت التام
الحاصل في العواصم العربية الكبرى. حدثني عن القاهرة، حدثني عن دمشق، حدثني عن الأردن، حدثني عن هذه الدول. كيف يمكن أن أتخيل أن حرب بحجم العدوان على غزة تستمر لأكثر من 5 أشهر كلها تقتيل وتهجير وإبادة جماعية، يكون التفاعل معها بهذا الصمت وبهذه نعم، الحالة التي وعندما سقطت وعندما يريد بعض الحكام يعني لأسباب سياسية إظهار دعم شعبي له أمام الغرب يأمر بهذه المظاهرات، كيف تنظر لتناقض هؤلاء عندما بعضهم يأمر بالمظاهرات عندما تكون في صالحه وعندما تكون مسيسة وعندما يرى بأن هذه المظاهرات هي نصرة لأهلنا في قطاع غزة يمنعها؟ يعني تناقضات الأنظمة والحكام لا تنتهي ولا تتوقف عند هذه الصورة أو عند هذا النموذج، لأن هذه الأنظمة كما هو معلوم توجه كل شيء لتأمين وجودها ولتأمين بقائها، وإذا أرادت أن توصل رسالة معينة فتوصلها بالطريقة التي تريد. إن وجدت التظاهرات تكون التظاهرات مسموحة مسموحا بها ولا بأس بها. الانقلابات التي وقعت على أحداث ومحاولات الشعوب للتحرر وقعت بالتظاهرات، وقالوا ماذا نفعل للملايين الذين خرجوا في الشوارع يطالبون بالتخلص من اختيارات الشعوب وإرادتها. فلا يجب أن نتوقف عند هذا الأمر، نحن نعول على وعي الناس، وبفضل الله المسلمون في الغرب لهم مرجعيتهم ولهم مؤسساتهم الإفتائية التي يرجعون إليها والتي تنظر إلى الواقع وتنظر إلى النصوص الشرعية وتوازن بينها وتتجه الاتجاهات المنضبطة المتوازنة التي تحقق اندماج المسلم في المجتمعات الغربية دون خروج على النصوص الشرعية. الآن فضيلة الشيخ، التفرغ للعبادة كما يقول عنواننا، هل يتناقض مع المشاركة بمظاهرة سلمية لتأدية واجب في هذا البلد أو ذاك من أجل دفع السياسيين لنصرة غزة؟ هو العنوان أو طرح السؤال ينطوي على مغالطتين. المغالطة الأولى هي افتراض أن التظاهر سيمنع العبادة أو يتعارض مع العبادة أو سيقطع الإنسان عن العبادة، وهذا غير موجود وغير حاصل. بالعكس، يمكن الجمع بين التظاهر ويمكن الاستمرار في العبادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو تكييف التظاهر أو العمل السلمي أو كل عمل نقوم به لنصرة المستضعفين في غزة أو في أي مكان في العالم، افتراض أن هذا لا يعد عبادة. كيف يمكن لا نعتبر هذا العمل عبادة؟ بل هو عبادة، ويمكن أن يدخل في أرقى أنواع العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة، قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. تخيل هنا الموقف المراد به هنا أي موقف تقفه في سبيل الله، تنصر به مستضعفا أو مظلوما أو تؤيده في قضيته العادلة، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. نحن نجتهد في رمضان ونجتهد في العشر الأواخر من رمضان ونجتهد في ليلة 27 من رمضان، عسى أن ندرك ليلة القدر. الحديث هنا يقطع بأن الساعة، والساعة فاصل زمني مش بالضرورة أن يكون 60 دقيقة، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود على التعيين، يعني أنت تعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر. وتقيمها أين؟ تقيمها في المسجد الحرام عند الحجر الأسود اللي الصلاة فيه 100,000 صلاة. فالأحاديث الأخرى التي تبين وتوسع مفهوم ومعنى الرباط في سبيل الله. نعم. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول:
سأحدثكم بحديث كنت قد كتمته عنكم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني. ما هو هذا الحديث؟ قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. يعني رباط يوم في سبيل الله، وهذا الرباط يشمل الرباط العلمي في محاريب العلم، ويشمل الرباط الثقافي في محاريب التعليم، ويشمل الرباط التربوي، ويشمل رباط النصرة ودعم المستضعفين والمظلومين، سواء كان بالتظاهر أو كان بجمع الأموال أو بإيصال المساعدات. كل هؤلاء يرابطون في سبيل الله. رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، يعني في المنازل العبادات، في البقاء في المساجد أو الاعتكاف فيها. وهذا المعنى أيضا صححه سيدنا عبد الله بن مسعود، وهو صحابي معروف بالفقه، عندما بلغه أن رجالا من أهل الكوفة اعتزلوا الناس واتخذوا مكانا يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى فيه، فذهب إليهم ففرحوا بمجيئه إليهم فرحا شديدا، وقالوا: ها جاء عبد الله بن مسعود ينضم إلينا وفرح بفعلنا. فأنكر عليهم، قال لهم: لماذا خرجتم إلى هذا المكان؟ قالوا: خرجنا من غمار الناس نتعبد، نريد أن نعتزل ونبقى مع الله سبحانه وتعالى في هذه الخلوة في هذه العزلة. فقال لهم كلمة لطيفة جدا تصلح أن تكون شعارا للمسلم في هذه الأيام وفي هذه المرحلة وفي التفاعل مع هذه المحنة التي تمر بها الأمة اليوم. قال لهم: فمن يقاتل العدو إذا اعتزلتم؟ ولم يكن هناك حرب وقتها، هو يقصد فمن يقاتل العدو يقصد القتال والمدافعة في المحاريب المختلفة، في محراب العلم والدعوة والبلاغ والبيان، في تثبيت الناس على الدين، في نصرة المستضعفين والمظلومين. فمن يقاتل العدو إذا اعتزلتم؟ وأخذهم ونزل بهم إلى ميادين الحركة والعمل والفعل العام، وما كان عنده شك في أن ما يقومون به هو عبادة من أرقى ألوان العبادات. هذا المعنى فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه. ولو أنهم فهموا أن التفرق والعزلة للعبادة لكان أبلغ تعبير عن التفرغ والعزل للعبادة بالبقاء في مكة وفي الحرم المكي الشريف. هل هناك أفضل من الإقامة في مكة والاعتكاف والعزلة في الحرم المكي الشريف الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي هذا الموقف الذي صدر عن سيدنا الحارث بن هشام، وهو أخو أبو جهل من الأبوين، كان يعيش في مكة ومقيم فيها وفرح بالإقامة والعيش فيها، ثم قرر أن يغادرها وأن يتركها للرباط والجهاد في الشام. الناس كانوا يحبونه حبا شديدا، فبكوا بكاء شديدا لقرار هجرته وخروجه من مكة، وذهبوا إليه يطلبون منه البقاء فيها. الروايات تقول: فما من أحد طعم إلا بكى لخروج وهجرة الحارس، يعني أي حتى الطفل الصغير الذي طعم الطعام في أول يعني بدايات أكله وفطامه يبكي لخروج. فماذا قال لهم؟ قال لهم وهو يبكي أيضا لبكائهم، قال لهم: والله ما خرجت رغبة عنكم ولا زهدا في البقاء في مكة. وكيف يزهد إنسان في البقاء في مكة؟ ولكنها النقلة إلى الله عز وجل، الحركة في سبيل الله. تأمل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن أكثر من 120,000 صحابي في حجة الوداع. كم بقي منهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد الذين دفنوا في البقية؟ وأين ذهب البقية؟ لا يتجاوز، كلهم انتشروا في أمصار الأرض يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وهاجروا ينشرون الدين ويتحركون بالدين. نعود فضيلة الشيخ إلى تأصيل التظاهر السلمي. البعض يقول أنه حتى بعض السلف من الصحابة الكرام
سبقونا لأشكال يمكن أن نسقطها على المظاهرات الآن بصورتها الحالية. التأصيل للتظاهر في الحقيقة لا يحتاج منا إلى جهد كبير، ولا يحتاج منا إلى يعني صورة نصية بينة ظاهرة واضحة، لأن هذا سيكون في شيء من التعني وفي شيء من الاعتساف في تأويل النصوص أو محاولة استدعائها. لأنه مثل ما قلت وأؤكد على أنه هذه وسيلة فرضها الزمن وفرضها العصر، خاصة في السياقات الأوروبية. الوسائل لها أحكام المقاصد، ليست القضية أنه الصحابة تظاهروا أو لم يتظاهروا، أو السلف تظاهروا أو لم يتظاهروا. هب أنهم لم يتظاهروا بالكلية ولم يثبت عنهم أبدا هذا الفعل بهذه الصيغة وبهذه الصورة التي نراها ونشاهدها ونتابعها الآن. هل يعني هذا بالضرورة أن يكون التظاهر ممنوعا أو محرما؟ أبدا. التظاهر وسيلة، القضية الأساسية ما الذي يحدث فيه، ما الذي يؤدي إليه، هل التظاهر أدى إلى نتيجة فعلية وواقعية بالفعل ولا لا يؤدي إلى نتيجة وفعله كعدمه. الواقع المعيش الذي نتابعه ونشاهده في الشرق والغرب أنه بلا شك يؤدي إلى نتائج، هذه النتائج نلمسها ونرقبها ونتابعها. من يريد أن يدرك هذه النتائج فليقارن بين وجودها وبين عدم وجودها. يتخيل أن أحداث غزة هذه وقعت ولم يقع أي تفاعل معها، ولم تحصل أي تظاهرات معها في أي عاصمة من العواصم الأوروبية أو العربية، كيف يمكن أن تكون الصورة وكيف يمكن أن يكون؟ لا، هو أنا قصدت البعض فضيلة الشيخ يحتج بما قامت به عائشة رضي الله عنها وعدد من الصحابة الكرام عندما اعترضوا على عدم الاقتصاص لمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن بقية الخلفاء الراشدين، بأنهم خرجوا اعتراضا ولم ينكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابتداء، لم ينكر عليهم الاعتراض على ذلك وهو الحاكم في ذلك الوقت، على الرغم مما حصل بعد ذلك من حرب، لكن الأصل في خروجهم هو الخروج الاحتجاجي، التظاهر الاحتجاجي. نعم، يمكن أن يستأنس بهذا، يستأنس ولا يحتج تأصيلا لهذا الموضوع، لأن مثل ما قلت الدخول في هذه الدائرة سهل جدا الرد عليه. فإذا احتججنا بما تفضلت من فعل السيدة عائشة ومن معها من الصحابة، يمكن أن يقول لك أصلا أصوليا قول الصحابي وفعل الصحابي ليس حجة، بل هو دليل من الأدلة الأصولية المختلف فيها كما هو معلوم، فلا يصح أن تحتج بفعل الصحابة. نحن رأينا من العلماء المعاصرين من أثار قضية وأبطل صلاة الناس الذين يمسحون على الجوارب، وقال صلاتهم باطلة، وصلاة من يعني يفتي بجواز المسح على الجوارب الصلاة خلفه أيضا باطلة. ولما قالوا له إن المسح على الجوارب ثبت عن أكثر من 16 صحابي، قال لهم قول الصحابي كما هو معلوم ليس حجة، وهذا كلام أصوليا صحيح، يعني أصوليا من الناحية الأصولية هو كلام صحيح. لكن فلذلك أنا لا أريد أن أدخل في احتجاجات أو استدلالات سهل جدا أن يتم نقضها أو أن يتم الاعتراض عليها، إنما نحن نريد أن نتحدث بالمنطق المعيش والمنطق الأصولي. أيضا المنطق الأصولي يقول إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن الشرع إذا حرم شيئا حرم كل الوسائل التي تؤدي إليه، وإذا أوجب شيئا أوجب كل الوسائل التي توصل إليه. فإذا كان نصرة المستضعفين واجب ومؤازرة المستضعفين والمظلومين في غزة واجب، إذا كان إثارة القضية لدى العالم واجب من الواجبات، هذا الواجب لن يتم إلا بالتظاهر السلمي، إذن يكون التظاهر السلمي واجبا، وهكذا أبدا. طيب البديل فضيلة الشيخ، يعني هؤلاء عندما يمنعون التظاهر ويدعون لحرمة التظاهر
يعني السؤال لهم، ما هو السؤال الذي توجهه لهم؟ كيف يمكن دعوة ودفع هؤلاء الحكام إلى أخذ موقف مشرف إلى وقف هذه المذبحة التي تحصل لأهلنا في قطاع غزة؟ ما هو بديلكم؟ هذا سؤال يوجه إليهم، ولكن الواجب الذي أو القضية التي يعني يمكن أن تستفاد أو أن تستنبط من هذا الإشكال المطروح الآن هو حالة العجز وحالة الخذلان التي تحياها الأمة في مجموعها اليوم. يعني هناك حالة من الانكسار، وحالة من حتى الشباب الذين يعيشون القضية ويتفاعلون معها. أنا استمعت اليوم يعني في الصباح إلى مقطع لشاب يعني ثائر طيب، يبدو أنه يعني متابع من أعداد كبيرة من الناس، يقول يعني أنا لست شيخا ولست مفتيا، لكن أتساءل كيف يمكن أن هل يقبل الله سبحانه وتعالى صيام هذه الأمة وقيامها؟ هل ممكن إحنا إذا صمنا وقمنا ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا؟ ونحن نرى على الهواء ونتابع أناسا يحملون بقايا أشلاء جثث أهلهم وعائلتهم وأولادهم، ونحن نشاهد على الهواء الأطفال الرضع يموتون لعدم وجود الدواء ولعدم وجود الحليب، ونحن نشاهد على الهواء من يبحث عن علف الحيوانات ليأكله ولا يجده أصلا، ومع ذلك نصوم ونأكل هكذا ونرتاح كيف يمكن أن يهنأ الإنسان بالطعام والشراب وهو يرى هذا الحال ويرى هذه الصورة التي عليها أهل غزة؟ يا أخي، إن لم يعني تشارك في عمل يرفع الظلم أو يبقي القضية حية أو يبقي جذوة الغضب حاضرة في نفوس الناس، فلا تثبط، لا تكن من المثبطين.